فخامة الرئيس بيتابع جهود توطين صناعة مراكب الصيد عندنا هنا في مصر، والهيئة ليها دور كبير جدا في هذا الموضوع، زي ما ليها دور كبير جدا في الاقتصاد المصري. خلونا ناخد معانا على التليفون سيادة الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس. أهلا بحضرتك يا فندم، وسنة سعيدة على حضرتك وعلى كل اللي حواليك وعلى كل الناس. شكرا يا فندم، كل سنه طيبين وبخير يا رب. وحضرتك بالصحة والسلامة سيادة الفريق. سيادة الفريق، يمكن هبدأ الأول بالحتة الصغيرة اللي بشوفها انها جزء من مشروع كبير جدا بتقوم بيه قناة السويس كرافد هام وعظيم وحيوي واستراتيجي من روافد الاقتصاد المصري. لكن مسألة متابعة الرئيس لتوطين صناعة المراكب في مصر، وكنت بقول الهيئة تشرف على هذا المشروع. هو طبعا السنة اللي فاتت كان سيادة الرئيس كان جاي عندنا افتتح الاستاد، وكنا مجهزين له يخت سياحي، ده كان متصنع في يعني اول يخت سياحي صنع في مصر. حلو. يخت جنوب السويس، يخت من اليخوت اللي احنا بنشوفها في التلفزيون دي. يعني طبعا احنا يعني دايما كان سياده الرئيس يقول لازم قناه السويس بالذات يعني تمتلك القدره، تمتلك احسن حاجه عندها، لان طبعا اليخت ده بيبقى موجود في رؤساء دول بيجوا يزوروا قناة السويس، يزوروا قناة السويس اللي يعدوا فيها، في وزراء بيجوا من أنحاء العالم كله. ولكن برضه الحاجة، لأن اليخت اللي عندنا كان بقاله مدة كبيرة من الثمانينات، فكنا بنفكر إن احنا نعمل، فسيادة الرئيس كان يشتروا من بره، فأنا قلت له يا فندم أنا عندي مقترح، ومعانا راجل في استان جنوب السويس بيعمل اليخوت دي وعنده خبرة وممكن يطلع حاجة كويسة. قال لي التضامن، قلت له والله يا فندم أنا ضامن، قال لي خلاص على مسؤوليتك. عملناها فعلا والحمد لله، الى حاجه فاخره تضاهي الحاجات اللي بتتعمل بره في اوروبا. بالعكس، يمكن دلوقتي كمان الطلب عليه ان هو من اوروبا، من ناس كتير موجوده ان عايزين منهم من هذه اليخوت. فدي كانت بدايه المشروع يعني. يعني احنا توسعنا في القصه دي. طبعا قال يعملوا شراكه معاه واشتغلوا في موضوع اليخوت دون. حلو. وتصنيع اليخوت يبقى في عنده وعندكم في قناه السويس، وده فعلا بدانا المشروع دون، وبدانا موضوع الشراكه لسه صحيح ما انتهاش، شغالين فيه. في وسطه كده كانت سيادة الرئيس قال برضه طب ما احنا عايزين نعمل بلانسات صيد للبحيرات. حلو. الصيادين في البحيرات بيعانوا، احنا عايزين نرفع من مستواهم والدخل بتاعهم، ونديهم برضه زي ما طورنا البحيرات نطور البلانسات بتاعتهم ونرفع مستوى المعيشه بتاعتهم. فبرضه هو ترسانه جنوب البحر الاحمر الاستاذ مصطفى الدكيشي قال انا اعمل انا البلاصات دي، انه فعلا عملنا نموذجين النهارده ورناهم لسياده الرئيس، واحد 10 متر واحد 6 متر، بحيث ينفعوا للبحيرات. بس طبعا مجهزين بقى بثلاجات ومجهزين بغرف وحمام، يعني مش زي طبعا اللي هم الموجودين دلوقتي المتهالكين اللي ما فيهمش اي مظاهر للحياه يعني. فبدا بقى سياده الرئيس قال طب نعمل بقى نوطن الصناعه دي ونبدا نشتغلها برضه بالتعاون مع الشركه دي مع قناه السويس، يبقى احنا مسؤولين على الموضوع ده. فطلع شاف البلانسات دي النهارده، وقلنا له ان احنا هناخدهم ونروح بيهم بحيره المنزله مثلا، ونوريهم للصيادين ونشوف ان هم محتاجين ايه. لان سيادة الرئيس كان قال ان احنا نبدا ب 110، يعني 100 من الكبير 100 من الصغير و10 من الكبير، ونبدا نشوف هيشتغل ازاي. فقلنا هناخد احنا النموذجين دول ونروح بيهم الاول البحيره، ونقعد مع الصيادين ويشوفوا الحاجات. ممكن تسال برضه الصياد يقول لك لا انا عايز مثلا كذا، عايز ازود لي دي اقلل دي، لغايه لما نوصل لنموذج مثالي ونبدا نشتغل عليه. فده الموضوع يعني، ان هيبقى فيه منصات ست صغيره او في كبيره كمان. بيتكلم سياده الرئيس برضه اتكلم النهارده على مراكب كبيره تشتغل بره، في مش في مصر يعني، في المياه الاقليميه بس، لا تنزل البحر يعني، تنزل على المياه الدوليه في البحر المتوسط وتنزل البحر الاحمر. حلو قوي 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 قوي. طب يعني الموضوع وسع وكبر يعني. طب ما دي حاجه كويسه. طب والله يا فندم، انا دايما عنده طموح، وعنده طموحه ما بينتهيش يعني، ما بنقفش عند حدود يعني، دايما لا عايزين كذا واكثر. الحقيقه ان هو دلوقتي سياده الرئيس ده بيقول حاجتين مهمين قوي، توطين. أيوة. اتكلم على الصناعه وعلى بتاع وامتلاك القدره. الحقيقه انا بسمع منه الكلمتين دول دايما، ودايما بيحاول يرسخهم فينا، ان انت دايما تعمل توطين لحاجه معينه مش موجوده زي الصناعات الحديثه والحاجات اللي مش بتتعملش في مصر، وامتلاك القدره ان انت يبقى عندك قدرات كبيره جدا وهائله في قناه السويس بالذات يعني، عشان هي هيئه عالميه والناس كلها بتبص عليها، وبتعدي فيها 23000 مركب السنه دي الحمد لله رب العالمين، يعني 23800 ما شاء الله يعني رقم. بسم الله ما شاء الله يعني.
احنا قفلنا السنة كده، فاحنا غالبا محققين ايرادات اكتر من بتاعت السنة اللي فاتت. بكتير. السنة اللي فاتت كان 6 مليار 300 مليون، السنة دي 7 مليار 933، يعني 8 مليار الله تقريبا. الله اكبر، زيادة مليار ونص دولار في سنة، برضه رقم كبير الحمد لله. أيوة. ربنا يزيد ويبارك يا رب يا رب. فرحنا اكتر يا سيادة الفريق، دي حاجات كلها تفرح وتبسط. والله هتفرح الحمد لله رب العالمين. طب والله يا فندم، السنة اللي فاتت لما يبقى 20,000 سفينة، السنة دي يبقى 23,800 يعني تقريبا 24. يعني ارقام برضه الحمد لله بالرغم الظروف. يعني يمكن النهارده لما عرضنا على سياده الرئيس كمان انا قصدت ان انا اعرض سنه 2021 2022، قلت 20 عشان كورونا، 21 استمرت كورونا شويه وبعدين جت الحادثه بتاعت ايفر جيفنج، و22 الحرب الروسيه الاوكرانيه، واحنا بقى في المصريين بيعملوا ايه في قناه السويس وازاي بيزودوا الدخل بتاعهم. فكنت يعني اقصد ان انا اعرض 3 سنوات مش سنه واحده. يعني مشروع اليخوت ومشروع بلانسات الصيد ده يا سياده الفريق، هل اليخوت دي دلوقتي اذا افترضنا ان فلان الفلاني يريد ان يشتري يخت ظريف او لانش سياحي ظريف، يقدر يروح للهيئه ويتقدم بطلب شراء والهيئه بتقدم له العروض اللي موجوده، انه دي الاسعار اللي موجوده، دي الامكانيات اللي متاحه في اللانشات واليخوت المختلفه، ولا لسه شويه؟ لا والله احنا من دلوقتي احنا ممكن نبقى جاهزين مع شركه ترسانه جنوب البحر الاحمر، ان عنده هو النهارده عرض ستات انواع كتير جدا من اليخوت، اشكال مختلفه ومتطوره منها، عنده نماذج دلوقتي باسعار، فممكن تطلب ويتحدد له توقيت انه يستلم الحاجات دي ويبدا يشتغل فيها، بغض النظر عن ان الشراكه خلصت او لسه، يعني الموضوع ماشي مش واقف، يعني شغالين. وبلانسات الصيد نفس القصه شغالين. لا بلانسات احنا هنعملها كده، يعني هتعمل ستات احنا هنمول ونشوف بعد كده ازاي نقدر نديهم للصيادين ونتعامل معاهم ازاي، لكن القصد اساسا يعني انا يهمني ارفع مستوى معيشه الصياد ده اللي في البحيره، اللي انا عارف هو حالته عامله ازاي، دايما سياده الرئيس بيشعر بالناس فعلا، بيشعر بظروفهم الصعبه. طب هل انا ممكن، أنا ده برضو سؤال مع فكره في نفس الوقت، هل ممكن ان انا الخط بتاعي اللي انا عاوز اشغله لانتاج بلانسات الصيد اقدر كمان اشغله للتصدير للدول مجاوره، سواء اذا كان في افريقيا او في المنطقه العربيه؟ طبعا احنا يعني اللي بيتعمل ده بيعتبر برضو عرض، يعني احنا جاهزين ان احنا نعمل الحاجات دي بالاحجام دي والاشكال دي والمستوى دوت، وباسعار تنافسيه كبيره جدا، يعني الاسعار اللي عندنا برضه الاسعار دي تنافسيه بالنسبه سواء كانت لليخوت او لبلانسات الصيد. فطبعا لو طلبت برضه مفيش مشكله ان احنا بنعمل انتاج، لان احنا بنعمل جزء في البحر الاحمر في ترسانه جنوب البحر الاحمر، وجزء عندنا في هيئه قناه السويس في ترسانه بور توفيق. طيب دي حاجه كويس. ده هيخليني هسال يا فندم، النهارده واحنا بنعمل قانون للصندوق ده من شانه انه يسهل عليا هذه الشراكات، صح ولا انا غلطان؟ طبعا، لانه الصندوق احنا قلنا الفلسفه بتاعته يمكن عرضناها ان هو حاجتين، اولا للطوارئ، وجود للطوارئ والاستثمار وزياده دخل الهيئه، بدل ما احنا معتمدين بس على المجرى الملاحي يبقى احنا معانا استثمارات اخرى للصندوق دون وممكن نشتغل فيها، فده برضه ممكن يبقى جزء من التمويل لو الموضوع كبر، يبقى التمويل منه يتصدى عليه الصندوق لسه ما اتشكلش طبعا، لان لسه ما اقرش في مجلس النواب، لسه القانون ما خلصش في مجلس النواب. ما خلصش، يعني مجلس النواب كان اقر مبدئيا يعني، لكن هو هنشكل على طول مجلس الاداره وهنبقى جاهزين على طول ان احنا طبعا نساهم في حاجه زي كده، وبالذات ان المشاريع دي بالذات نسبه النجاح بتاعتها ان شاء الله كبيره يعني. طيب قطعا لشك بيقين، اولا سياده الرئيس قال وسياده الفريق اسامه ربيع قال، لكن لمشاهدين القناة الأولى اللي أنا دايما أقول مشاهدين القناة الأولى هم عموم المصريين، أهالينا العاديين جدا، أهالينا اللي موجودين في كل حتة من شلاتين وحلايب لحد السلوم ورفح، الصندوق معمول ليه يا فندم؟ هو طبعا يعني بعد كلام سيادة الرئيس مفيش تعقيد، لكن احنا برضو بنأكد ان الصندوق ده معمول علشان الطوارئ، وعلشان ان احنا نزود الاستثمارات في هيئه قناه السويس بدون ما نجور على الموازنه العامه للدوله. جميل. يبقى في فلوس في على جنب زي ما سياده الرئيس قال ممكن تستخدم في طوارئ او في مشروعات احنا عايزين نعملها ومش عارفين نعملها منين، ولو اضطريت اعملها حملت ايدي للموازنه او حملت ايدي للماليه، فلما يبقى عندي حاجه من الفائض يبقى انا ممكن اعملها من غير ما اقرب من الموازنه، دي مهمه برضه الناس تعرف ان هتاخد من الفلوس، لا مش هناخد فلوس موازنه ابدا. الموازنه العامه بتحدد من اول السنه الماليه
رقم محدد بيزيد كل سنه على فكره، عشان احنا كمان بنزيد الايرادات بتاعتنا في الدوله اللي ليها نصيب، فبالتالي ده احنا مش هنقرب له خالص تماما يعني. وبالتالي الفلوس اللي هي من فائض اللي بيخصص للهيئه علشان التشغيل وعشان المرتبات وعشان الوقود وعشان الصيانه وعشان بيفيد جزء، هو ده اللي بنشيله على جنب واللي قاعدين نشيله دلوقتي بقالنا سنتين على فكره كده يعني، لغايه لما يخلص يبدا موضوع الصندوق زي ما قال سياده الرئيس. ففي مبلغ دلوقتي موجود كأساس يعني، فاحنا بنكمل عليه، لكن احنا موازنه الدوله مش ممكن هنقترب منها، اصول الهيئه لا يمكن هنقترب منها، الهيئه نفسها لا يمكن هنقترب منها، حاجات مسلم بيها وبديهيات يعني. سياده الفريق اسامه ربيع بيقول لنا، هو بيقول للناس بيشرح، مش انا هقول بقى مش بيؤكد، بيشرح وبيفهم، اصول الهيئه لا اقتراب، الهيئه لا اقتراب، مش هسميها حتى المرفق، القناه بتاعتي لا اقتراب، صح كده يا فندم؟ ايوه دي بتاعت الدوله وبتاعت الشعب وبتاعت الناس. احنا من ساعه ما اتأممت يا فندم 56 واحنا دخلنا حروب كتير جدا علشان نثبت سيادتنا على هذه القناه، وناس كتير ماتت استشهدوا، فمش ممكن ان احنا نيجي في لحظه نفرط في الكلام ده ونعمل حاجه لا يمكن تحصل طبعا مننا يعني، ولا من سياده الرئيس. سياده الرئيس راجل استحاله وراجل وطني ويعني حتى النخاع زي ما بيقولوا يعني، وعمرها ما هتبقى دي المناقشه. انا بقول الكلام ده يا فندم، او انا تحديدا بسال سيادتك علشان الناس لا تضلل بكلام العيال التفه اللي موجودين في بلاد بره وبيطلعوا على منصات وشويه قنوات وبير السلم يقعدوا يحاولوا ايه يلعبوا في الادمغه طول الوقت والتضليل. طيب هسال سؤال كمان وانا اسف على الاطاله وان انا بتأقر على سيادتك. لا يا فندم تفضل. الصندوق يخضع لمعايير المعايير المحاسبيه المصريه، اي الصندوق خاضع لرقابه سابقه ورقابه اثناء التشغيل ورقابه لاحقه من، وصححني لو انا غلطان يا فندم، الرقابة الإدارية والجهاز المركزي للمحاسبات ووزارة المالية وللمدقق والمراجع الداخلي والمدقق والمراجع الخارجي، إنشاء الصندوق أن يستعين بمكتب للمراجعة خارجي غير المراجعة الداخلية، صح كده؟ تمام. وأيضا للنيابة الإدارية كمان، الميزانية لما تروح يعني الميزانية هتروح تراجع في مجلس النواب بتصدى عليها من ضمنها الصندوق، والموازنة خاضعة لمجلس النواب، جهه مراقبه على الصندوق يعني مجلس النواب وكافه الجهات الرقابيه المصريه، صح الكلام؟ تمام يا فندم. ولا انا بفتي؟ انا ما بفتيش صح؟ بقول صح كده؟ لا لا تمام كده يا فندم، تمام 100%. شدوا حيلكم يا فندم، معلش. ربنا يخليك يا فندم، الف شكر لسيادتك. ربنا يخليك سياده الفريق اسامه ربيع رئيس هيئه قناه السويس.